بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس السابع بعد المئة الثانية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. تكلم الشيخ رحمه الله عن الحقيقة والمجاز ومدى صحة وجود المجاز في اللغة بالمعنى الذي يذكره البلاغيون، فيقول رحمه الله: فإن قيل ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه، لكن نقول دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز، فقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مجاز. وقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، حقيقة. وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. قال الشيخ رحمه الله: ونحن نجيب بجوابين، أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز، والثاني ما يختص بهذا الموضوع. فبتقدير أن يكون أحدهما مجازا، ما هو الحقيقة من ذلك؟ ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاهما حقيقة، حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ فيقال: أولا، تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها تقسيم حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلا ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله: إنها تعرف الحقيقة من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقول: هذا حقيقة وهذا مجاز. وقد تكلم، يعني هؤلاء تكلموا بلا علم، فإن من قال ذلك ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. كذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم، إلا في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله: إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن، هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل، فذكر أن هذا من مجاز اللغة. وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن مجاز، كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم. وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز، كأبي الحسن الخرزي وأبي عبد الله ابن حامد وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي. وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويزمنداد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، وصنف فيه مصنفة.
وحكى بعض الناس عن أحمد فيه روايتين، وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجازا، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. قالوا ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. قد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا في غيره كأبي إسحاق الإسفرائيني، وقال المنازعون له النزاع معه لفظي، فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظا مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة، فهذا هو المجاز وإن لم يسمه مجازا. فيقول من ينصره إن الذين قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز قالوا الحقيقة هو اللفظ المستعمل في ما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة أو أريد بهما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه. ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة، وليس لكل حقيقة مجاز. فاعترض عليهم بعض متأخريهم وقال اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير موضوعه فهو مجاز لا حقيقة. هذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات، وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم ابن أبي الجباء. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.